صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدينا، مرحبا بكل جاليتنا خارج حدود ارض الوطن، مرحبا بكم معنا كالعاده برنامجكم اهلا تونس، ساعتين من البث المباشر، فقرات وكذلك ضيوف معنا اليوم في المباشر. قبل كل شيء حبيت نحيي مره اخرى جاليتنا ونحيي كل حلو ما بيناتنا في تونس حتى يعديوا العطله ما بين العائله والاحباب والاصحاب، وبالنسبه للي مازالوا ما جاوش ان شاء الله يجيوا على قريب حتى يستغلوا الفرصه ويعديوا بحذنا الصيف. اليوم مجموعة من الفقرات كالعادة، اليوم باش نحكيو على الهجرة والقضايا اللي تهم الجيل الثاني والثالث خاصة، وباش يكون حاضرة معنا عائلة تونسية مقيمة في باريس ومن أصلهم من جيبس، باش يكونوا موجودين وباش نحكيو معاهم في أكثر المواضيع اللي تهم العائلة التونسية. كذلك باش نحكيو على مهرجان قرطاج، مهرجان الحمامات وحفلة تبارك الله بالمهرجانات في بلادنا الفترة هذه، وباش تكون حاضرة بحذنا الفنانة القديرة جاهدة وهبة، وكذلك باش يكون حاضر معنا المايسترو محمد الأسود، وباش نحكيو على العارض وباش نحكيو على تفاصيل العروض في تونس. ايضا باش نحكيو على الدوره العربيه للسياحه، وباش نحكيو ايضا في الرياضه على بطوله العالم للملاكمه الفرنسيه، بالاضافه لفقراتنا القاره مدام رجال عيادي من بعد شكون حاضره معنا في ركن الصناعات التقليديه. خلينا نبداو بالصناعات التقليديه مع معرض الصناعات التقليديه بالدندان، شوفوا الفقره هذه ومن بعد ننطلقوا في استقبال ضيوفنا. معرض صنعة أجدادي لأولاد بلادي هو معرض موجه خصيصا لمواطنينا بالخارج والمستهلكين التوانسة من داخل الم... خصيصا موجه خاطر في الفترة الصيفية يبداو متواجدين مواطنينا بالخارج، حبينا نستغلوا الفرصة هذه. هذه دورته الثالثة، هو معرض يضم ما يقارب 50 حرفي، منهم 40 حرفي بالقرية الحرفية بالدندان، وهي أحد الفضاءات ترويج المنتوج التونسي. المعرض هذا يدوم لمدة 10 أيام انطلاقا من يوم الجمعة 20 جويليا حتى 29 جويليا. هي معارض موجودة، رأي هي معارض موجودة في الفترة الصيفية، برامج الديوان الوطني للصناعات التقليدية موجودة خلال الفترة الصيفية من بداية من جوان حتى سبتمبر. وإحنا الجزء هذا على مستوى ولاية منوبة خذينا الفترة هذه باش تكون يعني معرض خصيصا معرض صيفي، هو الدورة الثالثة بالنسبة للسنة هذه. وموجود معارض في الحمامات، السوسة، المستير، المهدية، مختلف مدن الجمهورية، مختلف جهات الجمهورية، والمشاركين في المعرض هما اختصاصات مختلفة من منتوج الصناعة التقليدية. عندنا حرفيين من سيدي بوزيد، من صفاقس، من تونس الكبرى، أريانا، بن عروس، زغوان. حبيناها فرصة، فرصة باش المواطن التونسي يقدم على استهلاك المنتوج التونسي. مع المعرض هذا، مع التظاهرة هذه، عندنا تظاهرات أخرى في ولايات أخرى، كما توا عندنا أونكور معرض تبرقة في دورته العاشرة، معرض تبرقة للصناعة التقليدية اللي موجود في فضاء الكورنيش تبرقة، يتواصل إلى غاية 28 جويليا. زاد كيف هو معرض مجاني مفتوح للحرفي ولاية جندوبة وحرفيين من ولايات أخرى، حوالي 100 عارض يشاركوا فيه. عن أكيد الإخوة والأشقاء الجزائريين ديجا متواجدين وبأعداد كثيفة، وتعرف الموسم السياحي إن شاء الله سنة في عودة قوية. أيضا عندنا اللي جاي توا في الحمامات الأسبوع المقبل إن شاء الله ينطلق من 29 جويليا ل 8 أوت في فضاء مارينا الحمامات، كيف على مستوى الوطن القبلي. يليه معرض سقيفة الكحلة في المهدية كيف أواخر شهر جويليا بداية شهر أوت. يعني العديد المحطات مفتوحة للولايات الكل، الأقاليم الكل. بعده هو فما معرض كيف في المدنين، حرفي فنان بالنسبة على مستوى ولاية الجنوب. ونحاولوا نكثفوا في التظاهرات وفي المناسبات لترويج الصناعة التقليدية التونسية ولخلق فرص أخرى زادة للمستهلك والزائر والسائح أنه يلقى منتوجات ذات جودة ينجم يكون يقتنيها ويروح فرحان. أنا نحب ديما حاجة
نواكب البريود اللي احنا فيها. في رمضان عملت حاجات تواكب رمضان، وتوا حاجات تواكب الصيف، حاجات فيها ببوش، فيها رمل، فيها سيدي بوسعيد، فيها حاجات متاع صيف، فهمتني؟ و تنساش شوية زيادة المهاجرين يروحوا لتونس يحبوا حاجاتك، حاجة خاصة بتونس، حاجة خاصة بتونس. الحاجات هذوما اللي خاصة بتونس كل مرة قاعدة نزيد في برودوي، معناتها بوسك البروجي متاعي مازال جديد، كل مرة نزيد نضيف حاجة جديدة وحاجة معناتها سبيسيال تعرف بالطبع التونسي متاعنا. أنا كل حاجة نخدمها تونسية، ناخو الفوتة مثلاً، سنة خدمت على الفوتة، شاركت في نوتر بيل تونيزي مع لوتيكا واخديت جوزيام بري، استعملتها في شارت، خدمتها شارت وفرملة فوتتنا، الألوان محليهم مزيني للأخر، خديت بتاع جربة سورية جربية القديمة، وخديت البلاستون بتاعها وخدمتها على روب القمرية نلبسهم كل يوم، عجبت برشا الكليونات وعجبتهم برشا الحكاية، وناخو مثلا الأحرام نحطو على القمراية، نستعمل الجين كما لبستها أنا كل يوم تنجم تلبسها نحط عليها الفيل دو سوا، ديما نعمل في حاجات. خمم شوية في المواطنين بالخارج كي يروحوا لتونس خاصة في القرية الحرفية وما يزوروكم ويجوا لهنا ياخذوا حاجات، خممتوش حاجة يعني ليهم هم حاجة خاصة ليهم هم؟ أي أنا مثلا المرة هذي دخلت الأحرام، أنا الأحرام نورمالمون ما خدمتش بيه، المرة هذي حطيته على القمراية غيان كو باش نعرضه هوني في القرية الحرفية للمواطنة بالخارج. أشارك اليوم في صنعة تجديدي لأولاد بلادي في دندان، وظفت حاجاتنا التقليدية في حاجات مودرن للي جون واللي أكثر من الجون، وحاجاتنا مطلوبة توا وهنا قاعد. أنت مغرومة ولا يعني قريت ولا شغل؟ أنا قريت كوميرس أوغ الحاجات هذوما، أما غرامي خليني نزيد نتعمق أكثر في حاجات هذوما، ساعات نعمل غوشيرش، ساعات نشوف الباتريمون تاعنا شنو فيه، وهكي نشوف زيدا شنو المارشي طالب زيدا، أو كنوظف الكوميرس والارتيزانا أو ميم تون. الفن هذا الكل الارتشوفية راه غرام، عبد ما عندوش الغرام راه ما ينجمش ما ينجمش. من غرامك من الرسم ايه؟ من الابتكار والاستثمار الغرام هذاك في الصناعه التقليديه ايه؟ فهمت من الرسم كنت نعمل الكروشيه هذا قبل، فهمت، كنت نبدا هذا فيها اكثر حاجه، هذه بديت بيها الاولانيه هي اللي بدات فيها، عملت فيها برشا حاجات وزاد كنت زاد نروج فيها ونبيع صافي. من بعد قلنا علاش ما نطوروش رويحنا في الرسم صافي، تعلمنا الرسم وليت نعمل لي تابلو هذوك البانتو سوفير. انت من بعد من الماده الاوليه كيما بالنسبه للبيجو، انت الماده الاوليه هي العنبر، هي هنا احنا نخدموا في دار العنبر، نصنع العنبر ومن بعد نخليه ونعملوا بيه مونتاج نتاع لي كوليي لي بوكل دوري لي براسلي، انت كل ما هو يعني ملبوس نصنعوا بيه احنا العنبر. هما الزرتيكل نتاعنا نحنا مركزين اكثر على بيان سور على لي زارتيكل كادو، معناتها نحاولوا نختاروا حاجات صغيره بسيطه مش ينجموا يهزوها معاهم، في نفس الوقت تبدا دي معناتها حاجات اونيك مش هكا يبدا ثم ثم حاجه خصوصيه بطبيعه خصوصيه بالحلي، معناتها تزويق كرياسيون دي بيجو سيتادير، وتزويق على البلار ليا برشا من اللي عملته، جبت حاجات عملتها من قبل ونعمل بانتور على الويل، اما ما جبتهمش توا ان شاء الله تشوفوهم فنين هنا مش نورمال، فهمتوا يعني كل موهبه عندك موهبه ولا مغرام شنو غرام بيان سور. الصنعه هي كل مع القرايه مع كل، علاش ليه الصنعه معناتها هي اللي تجم معناتها بالصنعه نطيروا بها تونس، نقدموا نريقلوا الاقتصاد نتاعنا، علاش ليه نجموا نوردوا لبرا، علاش نعلموا نصدروا عاد مش نوردوا نصدروا معناتها نصدروا لبرا، وجينيراسيون نتاعنا تتعلم ترقى معناتها حتى ولو عنده دبلوم وحتى ولو متخرج يرقى نهار اخر حاجه معناتها يستحق لها مانويل يعملها معناتها. مرحبا من جديد بكل مشاهدينا، مواصلين وكما قلت في البدايه ركن الصناعه التقليديه كالعاده مع مدام راجل عيادي. مرحبا مدام. اهلا وسهلا. مرحبا بك. وضيفتنا اليوم مدام حسنه زيك
دياج. مرحبا بك مدام حسنه، جده مش شابه، يعطيك الصحه. مرحبا في هالطقس السخونه. مرحبا. حرفيه ومبتكره في الصناعات التقليديه، ومش نحكي من بعد على رئيس الجمعيه. رئيس الجمعيه بعد نحكي. حبيت نحيي ضيفنا وزميلنا سي مختار بالعاتق. مرحبا بك سي مختار. مرحبا. دونك مدير مهرجان دقه الدولي، المهرجان هذا اللي انطلق نهار 19 جويليه ويتواصل الى يوم 5 اوت، والدوره 42 لمهرجان دقة الدولي. من بعد اكثر تفاصيل معاك ان شاء الله. دونك مدام خلينا نبداو كالعاده باش نعملوا جوله هكا مع الصناعه التقليديه، بالاخص توا الجاليه في تونس ويحبوا هكا يختاروا يمشيوا لبلايص يشوفوا وين فما حاجات تونسيه ويطلعوا على الكادو للعائله. نحب كنا نشوفوا في الروبورتاج الحلو في دار الصناعه التقليديه، ولا نحيي ونشكر الصحافي اللي قام بالروبورتاج هذا، صديقنا وزميلنا رضا معيج، نحييوه. ونأكد على معرض الصناعة التقليدية اللي هو بدار الصناعة التقليدية بالدندان والمعروفة بالقرية الحرفية بالدندان. المعرض هذه من تنظيم جمعية حرفي دار الصناعة التقليدية اللي هي ولا تسير فيه المعرض هذا، دار الصناعة التقليدية المجمع الحرفي هذا، ومن تنظيم أيضا الديوان الوطني للصناعة التقليدية في إطار شراكة. المعرض هذا فيه رينا فيه عديد المنتوجات الجديدة، فيه زاد خيرة الحرفيين اللي بالمناسبة هذه نعرفوا المعرض مفتوح موجه بصفة خاصة للجالية نتاعنا اللي عائدة لأرض الوطن، موعد سنوي دايو، حتى العنوان نتاعو صنعة أولادي صنعة أجدادي ثروة لأولادي، باش نأكدوا اللي راهو الثروات هذه والمخزون هذه لابد أن نعرفوا به للأجيال القادمة، نعرفوا به للجيل الثاني. هذه لفيشة، هذه لفيشة صنعة أجدادي لأولاد بلادي. المعرض من 20 إلى 29 بدا البارح، باش يتواصل لغايه 29، دونك 10 ايام كالعاده. دونك يوغا دو تخي بو برودوي، زياده على شفناه ثم عديد الحرفيين اللي جاوا انضافوا لل 40 حوالي 50 حرفي منتصب بصفه قاره. الحرفيين المنتصبين راهم هما بنفسهم يقدموا ابتكارات جديده، دونك اللي سيت اكسبوزيسيون مفتوحه يوميا من الساعه 10 الى 7 مساء بصفه متواصله. نحيي زاد ايضا نحن نعملوا جوله، نحيي السيده ساميه فراتي الملقى الاعلاميه بالديوان الوطني للصناعات التقليديه، تبارك الله عليها اعطتنا هي ديجا جوله. نزيد ناكد على بعض المعارض اللي هي ذكرتهم. معرض الصناعات التقليديه بكورنيش طبرقه بدا يوم 15 يتواصل الى 29، والمشاركه للحرفيين بدعم من الديوان الوطني للصناعات التقليديه مشاركه مجانيه. زاد عدد من الحرفيين نعرفوا اللي طبرقة منطقة سياحية ويصطافوا فيها، وثم الفيستيفال دي جاز، دونك نجموا الناس يطلعوا على خيرة ما ثم. وهناك في الأخير معرض ياسمين، معرض صناعة تقليدية بياسمين الحمامات، باش ينطلق يوم 27 جويلية إلى غاية 7 أوت، وسيكون مفتوح من الساعة 5 بعد الزوال للساعة 1 صباحا. اوكي باهي. نواصلوا معاك حسنه. دونك حسنه حكينا شويه على الخدمه نتاعك، نتعرفوا عليك قبل كل شيء. انت عندك جمعيه وعندك زاده جانب كونك تعلم وهكا معناتها الجانب اللي تعلم فيه الحرفه هذه للجيل الجديد. زاده حسنه الضياق مش شابه حرفيه، عندي جمعيه، جمعيه سواعد المراه، عندي مركز تكوين، علمنا اكثر من 500 مراه ونعم بالله، نخدموا برا جمال على الحرير وبر جمال. ايه وبر جمال. ايه وبر جمال على الحرير ماركه مسجله. توري القطع باش احكي لنا شويه وعلاش اخترت وبر جمال صفه خاصه. لوبر نادر وجوده معانا، ما عادش برشا، ما عادش برشا لوبر. حبينا نعملوا وحنا عندنا مهرجان الحرير في المهديه نتميزوا بالحرير، حبيت نعمل بين بين لوبر والحرير شنو يخرج. البياسه هذه واخذه الجائزه في صالون الابتكار، جائزه الابتكار في الصناعه التقليديه. ماشي مليح، ماشي مليح، عندي كليونات ينضاف نضاف بالقدام انا في اللوبر، ومطلوب برشا. نخدموا التكنيك هذايا الموديل هذايا على توال تجي نخدموه على القمريه. اي بي اتون نرجع لك، عندك مشكل صغير في الصوت في الميكرو، بعد ميكرو بعد نرجعوا لك. نمشي معاك سي مختار، خلينا ناخذ فكره على المهرجان. مهرجان دقه الدولي الدوره 42، مهرجان عريق وعنده مكانته وعنده خصوصيته حتى في اختيار العروض. دونك ماذا بالك انت تقدم لنا هكا العروض ومعناتها والتوجه السنه، شنو جديد في هذه الدوره؟
مهرجان دوكا الدولي سنة في دورته 42، هو راهو من اقدم المهرجانات في تونس. تاريخيا نعطيك بسطه انه يعني اقدم من كارتاج، هو 1920 كانت فرنسا تعرض فيه تروا بيس دو تياتر كلاسيك، يعني نجم نقول لك راهو اقدم مهرجان في تونس. ككل دوره يعني نحاولوا انه نستجيب يعني الاذواق نتاع الجمهور، يعني نجم نجم كي تشوف البرمجه تلقى كل يعني كل العديد من يعني لي سبيكتاكل اللي يهموا العديد من الاذواق. هو انطلق يوم 19 جويليا، كان فما كرنفال في وسط المدينه، لقى اعجاب يعني الجمهور تبرسق بالتحديد 20 جويلية 19 جويلية يعني الكرنفال. يوم 20 البارح هو الافتتاح، وكانت سهرة يعني نقلتها للتلفزة الوطنية مباشرة يعني من مسرح دقة الموقع الأثري. هي كانت الأوركستر السيمفوني لمعهد المنار بقيادة فادي بن عثمان. اليوم جمهور على موعد مع كريم الغربي ومانشو. يوم 25 جويليا فما مسرحية مدام كنزة اثنين. 27 جويليا فما جيبسي. يوم 28 جويليا مارسيل خليفة. يوم 29 جويليا مجموعة الداي من الجزائر. يوم 31 جويليا مسرحية من العيلة. يوم 1 أوت يوما وصبري مصباح في يعني في حفل واحد. يوم 4 أوت الزيارة. يوم 5 أوت مش نختموا مع أمينة فيخت وعودة أمينة فيخت يعني المسارح. هذا يعني بسطة على البرمجة. باش نشوفوا الومضة نتاع المهرجان وبعد نرجع نزيد نواصلوا نحكي. أوكي. طون في نشوفوا الومضه بعد شويه. شنو اختيار العروض؟ اختيار العروض على اي اساس يتم؟ هو فما تفاعل مع الجمهور مع يعني يعني عن طريق يعني الباج فيسبوك. نحكيوا مع الجمهور، نتفاعلوا معاهم، نشوفوا شنو اختياراتهم، ولكن احنا نحبوا ديما نخليوا يعني عروض كبيره، خاطر الموقع موقع دقه يعني موقع جميل برشا، يعني يلزموا عروض عروض في المستوى، المكان يفرض عروض في مستوى معين خاصة. يعني نغزر البعد الثقافي والابداعي اكثر من ينغزروا البعد التجاري. بالضبط، هو تلقى يعني فما عروض تجاريه ولكن فما عروض عندها قيمه، فما شويه توازن، فما توازن بطبيعه. يعني نحاولوا احنا انه يعني نعملوا اضافه في البرمجه، كما قلت لك يعني من خلال يعني تفاعل مع الجمهور، هو يعني الجمهور اللي يساهم كذلك في انه يعطينا فكره على عرض معين. كيما الزياره مثلا هذا العام الثالث تتعاود الثالث تتعاود زياره، تفاعل تفاعل مع الجمهور بطبيعه الحال. وهنا نحاولوا يعني ان شاء الله من دوره لدوره تبيو لهكا تعملوا معناتها واحد اكيليبر اونتر ما يحبوا الجمهور وما بين زاد ترتقيوا بالضبط. بالنسبه للدوره هذه ركزنا على الجانب اللوجستي اللي هو الترانسبور، يعني النقل يعني ما بين تونس ودقه، خاطر فما جمهور كبير برشا يجي من برشا بلايص. عملنا يعني اتفاقيات مع الشركه التونسيه للنقل بين المدن مع السكك الحديديه، يعني مش تنقل زاد للجمهور، مع وكالات اسفار عملنا معهم اتفاقيات باش يجيبوا الجمهور للدقة، يعني يجيبوهم لتبرسق. نخدموا السياحة التونسية في نفس الوقت، سياحة داخلية، سياحة ثقافية. نواصل معك، نرجع لك حسنة، نرجع شوية لخاطر كان في مشكل فني. جينا سافاري قلنا الأمور، دونك حسنة باش تحكي لنا شوية على خصوصية الخدمة نتاعها، وبالأخص فما معرض زادة في الشابة باش يكون إن شاء الله. أنا معرض الصناعة التقليدية تنظمه الجمعية، جمعية سواعد المرأة. عندنا اكثر من 24 عرض، عندنا لافيش موجود، عندنا شويه تصاور زاد من البرودوي، عندنا اكثر من 24 عارض. هذه لافيش نتاع صالون الابداع في الصناعات التقليديه. شنو اللي دات وقتاش يبدا؟ يبدا نهار 7 اوت الافتتاح عن فرقه شعبيه للتنشيط. عندنا معرض عندنا نهار 9 امسيه شعريه، الاختتام نهار عيد المراه، مناسبه عيد المراه احنا نشجع المرأة بصفة عامة.
عندنا احسن كادو احسن منتوج. فما جوائز احسن منتوج. قديش من عارض عندك في الصالون؟ عندنا 24 عارض. اختصاصات متنوعه؟ اختصاصات جايين من جهات اخرى ولا عنا؟ لا عندنا من الشاب اكثر، لكن عندنا من القروان، عندنا من تونس، عندنا من فارس. الاختصاصات المميزه لجهه الشابه نعرف اللي تابع المهدي دونك الشابه عندنا التريزا، عندنا العنبر، عندنا البنتير، عندنا الفخار، عندنا البلار، رسم على البلار. كل مش يبداو متواجدين في المعرض؟ الكل موجودين. عندنا العوله. العوله معروفه، العوله الشابيه. عندنا متنوع المعرض. نحبوا تعرفوا بالمنتوج هذا واكثر معناتها هذه الغايه من الخمس دورة. هذه خمس دوره. عندنا الخمس دوره هذيا. ان شاء الله من قبل من طرف الحرفيين، من طرف الزوار. برشا زوار منين يجيو؟ من الصافين جايين من جهات خاطر الشابه منطقه سياحيه. منطقه سياحيه والمعرض على الكورنيش. المعرض على الكورنيش. المعرض على الكورنيش في الاسباس نتاع عبد الرزاق عباس بارك الله فيه. عن برشا ناس زاد عاونتنا. عندنا صورها باش نشوفوهم من نرجو المنتوجات نتاعها. احكي لنا شويه. عندنا هذايا اللي شارب وبر جمل على الحرير، الجمل الابيض ماهوش ديما من القواش ديما لبر نتاع الجمل الابيض. عندنا الجبه ذيك القمجه المهدويه معروفه عاملينها حنايا جبه على الحايك. اي عندنا هذوما الريدوات قمراية وحايك وتوال دو جيت. اي توال دو جيت، علاه اخترت توال دو جيت انت؟ نحسنا خاطر نحسك اللي تميل للمنتوجات والمواد الطبيعيه شويه. متبيعه متبيعه حتى اني القمراية والحايك نخدم على الناتيرال، ما نخدمش المسبوق. معناتها المنسوج، منسوج يدوي. اي منسوج يدوي. عندكم حرفيين في المنطقه ينسجوا ولا تاخذ من المهديه تاخذ من المناطق الاخرى؟ لا عندنا سي عبد الوهاب مكدود هو اللي ينسجلي. اللي هو في القيروان. اي ينسجلي، اما عندي التكنيك اللي نخدم فيه، نوعيه الغرزه اللي نخدم فيها مسجله. صحيح عندي واحد يخدم من عندي اللي زرتيكل هذوما الكل، ومشي يخدم في تزرك بارك الله فيه، بعثت له زوز من الناس شراو من عنده بالفاتوره، خاطرني الارتيكل نتاعي كله مسجل. اي بيه انت سجلت ضمان الجوده نتاعك وضمان الاستمراريه وتخلي الخدمه نتاعها باش ما نقلوهاش. عندنا هكا يجي شماد التابل، فما لي صالون، فما لي ريدو هذايا. اي تطريز انت تبارك الله قلت لي تو شاتو حسنه، قلت لي من قدش عندك في المهنه هذه؟ عندي فما 35 سنه. 35 سنه تبارك الله. اي فريمون قالت لك معناتها تو شاتو في لا بغودغي في نخدم زربيت الحرير، نخدم المرقوم، نخدم النسيج الحائطي. اي الحرفاء والزوار اللي باش يجيو باش تبدا عارضه في المعرض هذا. شو تقولوا لهم؟ شو تقول بالنسبه للمعرض، بالنسبه للمنتوج نتاعك؟ ما عندكش شي؟ مرحبا بكم، راه فما حاجات تفرح، راه فما حاجات مزيانه، راه فما حاجات تخليك ترجع لها. الاكسسوار العنبر هذا الموجود اللي على الشارب، الروبه راهو صوف علوش، كروشيه صوف علوش. ايوه الشارب هذيك ماخذ الجائزه في صالون الابتكار. والله يعطيك الصحه حسنا، معناتها نحسوا فما خدمه بفن وبمحبه لل. اذا كان ما تحبش وهون يمكن نوجه التحيه ليك وللنسيه اللي في الشابه والحرفيات اللي هما قاعدين يبذلوا في مجهود كبير. وقلت لي حاجه، قلت لي هذه فرصه باش بالنسيه اللي قاعدين في الدار ما يقدروا يعملوا شيء، معناتها يتعلموا حاجه باش يعاونوا بها رواحهم. هذايا عندنا العدس والكونتيل على الحلفه نتاع القصرين. اي معناتها نحسها اللي هي متبيعه الكل. هذا يصف علوش نطيري، هذا يصف علوش نطيري، هذه الحاجات اللي عندها قيمه. شكرا لك حسن، يعطيك الصحه. سي مختار حبيت نرجع معك شويه، تذكرني بالعروض اللي جايه وتوجه دعوه للجمهور، جمهور بالاخص اللي متعود بمهرجان الجدول. كما قلت اليوم الجمهور عنده على موعد يعني مع كريم الغربي في الوان مان شو نتاعو مش موجود. كما قلنا اهم العروض فما هذه من دقه الصور بطبيعه الحال. يعني فما جيبسي لو 27، فما مارسيل خليفه، فما عرض يوما وصبري مصباح يعني عرض شبابي خاطري للموسيقى البديله الترناتيف، وفما 5 اوت حفل الاختتام باش يكون مع امينه فاخت. الجمهور اللي مش يجي راه مش يتمتع، مش يتمتع. انا ما مشيتش في كرتاجا وكان نجم يمشي لدوكا. حتى الاسعار يعني امينه فاخت عندها برشا عروض. عروض لكن الاسعار يعني في متناول الجميع. اسعار معناتها التذاكر، التذاكر الدخول 25
بارابور للكارتاج. أمينة فاخت ب 25 في دقة. أي في دقة. هاو بي. هاو بي. في المتناول. أنا نحب نشجع يعني العائلات باش تجيب كيف الأفراد فسحة وسياحة. يعطيكم الصحة. فرصة ثم لي تكنولوجيك تو. ميرسي يعطيكم الصحة، حسنا يعطيك الصحة مدام رجي. شكرا لك. ميرسي بوكو. باهي عندنا مكلمة هاتفية باش نمشيو ديريكتومون للمحرس، معنا سي إسماعيل حابة مدير مهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس، نقول ألو. الو مرحبا بك سي اسماعيل. اهلا وسهلا، مرحبا بك. عايشك، مرحبا بك. دونك مهرجان المحرس والفنون التشكيليه، هذا المهرجان العريق زاده، وحبيت ناخذ فكره على الدوره السنة والمهرجان شنو فيه جديد. انطلقت هي، انطلقتوا ديجا في نهار الخميس انطلقها. ايوه انطلقت الدوره 31 لمهرجان المحرس الدولي يوم 18 جانفي بفتح ورشات الاطفال، وكان يوم 19 جويلية هو يوم الافتتاح الرسمي. تم الافتتاح بحفل بهيج على الكورنيش على شاطئ البحر. ثم تم افتتاح المعرض اللي فيها الأعمال اللي جابوها الفنانين المشاركين معهم. والفنانين هذوما جايين من 18 دولة عربية وأفريقية وأوروبية. شعار الدورة هو الفوتوغرافيا فن شعبي ومستنير. لا محالة مش نعطيه للفوتوغرافيا أهمية كبيرة في الدورة هذه. ولكن زاد ما نسيناش الفنون التشكيلية كالعادة، الأساس ديما موجودين الرسامين، موجودة اللوحة والألوان والفرشاة كالعادة. أي سي إسماعيل، توا المعروف زاد على المحرز كونه فيها برشا توانسة يرجعوا، توانسة مقيمين بالخارج، جالية تونسية اللي يرجعوا للمحرز، وتكون فما حركية وحيوية، ويكون فما إقبال زاد على المهرجان، ولا نسأل أنا هوني من الجالية معناتها. وفماش أنتم زاد تاخذوهمش بعين الاعتبار. 100% الجالية مهتمة جدا بالمهرجان وخاصة أطفالهم. لو تزورين سيدتي ورشات الأطفال تلقى الأغلبية الساحقة هم من أبناء المهاجرين. فأول ما يوصل المحرس المهاجر وابناه يجي يسأل وقتاش المهرجان وقتاش الورشات. فالإقبال هذا معناها هو عريق ومتواصل. باهي هام جدا هذا. باهي شنو فما جديد السنة؟ شنو هو معناتها الحاجة اللي أضفتوها بالنسبة للدورات السابقة؟ أكيد كل مرة فما خصوصية، فما نقطة تركزوا عليها أكثر معناها. هو في الواقع هي محطات المهرجان قارة، هي الورشات والمعارض ومنابر المهرجان والعروض الفنية والأمسيات الشعرية. بقي أن الدورة هذه ركزنا كثير على ورشات التصوير الفوتوغرافي. لما للصوره الان من اهميه؟ لانها ولات منتشره، وهك علاش قلنا شعبي، فن شعبي. يظهر لي الهاتف الجوال رجع كل مواطن معناه مهتم بالصوره، ونحب احنا نعطيه اهميه في الدوره هذه، وننطلقوا بها نحو رؤيه جديده لمحتوى برامج المهرجان. ما يخفاكش ما فماش كان الصوره اللي دخلت علينا، ثم الفيديو، ثم برشا عناصر اخرى. ان شاء الله ابتداء من الصوره هذه دائما وابدا بجانب الرسم يكون ثم عنصر جديد تدخل فيه التكنولوجيا والمعلومه الرقميه والى غير ذلك. سي اسماعيل، فما برشا من ابناء المحرس في كندا يعيشوا؟ موجود منهم في كندا. باهي دونك ما نعرفش، انا نحب كلمه توجهها للجمهور المهرجان اون جينيرال، شنو تقول لهم بالنسبه للدوره السنة وباش يحضروا؟ معناتها قدم لهم دعوه كي تحب على المباشر. الجمهور هو شارك معنا بكثافه في هذه الدوره، خاصه وان كما قلت لك المهرجان الفرجوي صار على الكورنيش على شاطئ البحر في الهواء الطلق. اذا اغلب سكان المحرس والمتواجدين محرس جاو، نقول لهم كذلك راهم سهراتنا وامسياتنا راهي مجانية. فيتفضل مثلا البارح عندنا بالي روس، وهناك عروض أخرى في باقي الأيام القادمة. نقول لهم مرحبا بكم، زورونا وراها الدخول مجاني. يعطيك الصحة سي إسماعيل، شكرا لك. ميرسي، شكرا لك، وإن شاء الله تنواكبوا الدورة كالعادة. الكاميرا البرنامج تكون موجودة إن شاء الله، بالأخص كونه جانب كبير من جمهوركم هو من الجالية التونسية. شكرا لك، يعطيك الصحة، يعيشك، شكرا لك. شكرا لضيوفي مرة أخرى. تو باش نمشيو مباشرة المهرجان الياسمين من خلال الفقرة هذه، ومن بعد مواصلين. Yeah.
في مدير مهرجان الياسمين الدوره الرابعه. مرحبا بكم في موريال. احنا السنه معنا توا هذه الدوره الرابعه من نجاح الى نجاح، الحضور قاعد يتزايد، الشعبيه نتاع المهرجان قاعده تتزايد، المهرجان قاعد ياخذ معناه في صدى كبير في الجاليه التونسيه والجاليه المغاربيه في موريال وفي تونس زاده. والسنه عندنا معناه سبيكتاكل كبير وعندنا حضور جماهيري كبير، وان شاء الله معناه المهرجان هذا يتواصل. في هذه السنه عندنا الدعم من وزاره الثقافه، نحب نشكر معناه السيد الوزير والسيد مدير اداره الموسيقى اللي دعمونا في الدوره الرابعه لمهرجان الياسمين التونسي في موريال. والله الحمد لله معناتها السنه كانت ثاني اديسيون تاع فيستيفال دي جاسما. كنا معناتها اخترنا ان بلاتو فاريي، ان بلاتو باش يكون سيرتو فيه معناتها فنانين من تونس وفنانين من هنا من كندا. عندنا عديد الفنانين التوانسه اللي يعيشوا في كندا وينشطوا في كندا اللي تواصلنا معاهم وحاولنا معناتها يكونوا قراب منا لهنا، برشا عباد تعرفهم برشا عباد تحبهم ياسر. عملنا معناتها دو بلاتو سور دو ميتون، خدمنا لو بريمي ميتون خدمنا بالفنانين التوانسه اللي يعيشوا لهنا، فما انيموريست تونسي، فما فرقه رقص تونسيه، وخدمنا بانورغانيست تونسي، ومن تونس جبنا الفنانه مريم نور الدين والفنان نور شيبه اللي جاوا بحثنا من تونس. ان شاء الله تعدى سبيكتاكل باهي كيما معناتها اللي تلواز اديسيون اللي تعدي، وان شاء الله ربي معنا، وان شاء الله يكون بصراحه معناتها حاجه تشرف تونس وتشرف البلاد ان شاء الله. وهي فرصه وهي مناسبه باش نلموا الناس الكل، باش نلموا لا كوميونيتي تونيزيان كي فراغمونتي، يعني اللي بعيده شايف في اوتاوا، شايف في جاتينو، شايف في فانكوفر، شايف في مونريال. دونك الناس الكل تتلم في الصيف، عاده اللي ما روحش ولا اللي ما نجمش يروح لتونس يجي ونقولوا احنا يطير وحشه من البلاد ويعمل ان بيتي بان دو فول وسط الفن نتاعنا، وسط فنانين جايين من تونس ولكن ايضا فنانين عايشين لهنا في مونريال. احنا اليوم متواجدين في مهرجان الياسمين التونسي بمونريال. المهرجان هذا في دورته الرابعه، هو مهرجان يصير في اطار التنشيط الثقافي في مدينه مونريال. خطوط التونسيه بطبيعه كنقله وطنيه ما تنجم تكون كان حاضره في المهرجان هذا بصفته مهرجان تونسي 100%. هو موجه للجاليه المغاربيه والتونسيه بالاخص، لكن ثم جاليه اجنبيه من محافظه كيبيك ولكندا اللي هما سياح احنا نحبوا كخطوط تونسيه نحبوا نستقبلوه، خصوصا اللي نحن السنه تعدينا لاربع رحلات في فصل الصيف في الاسبوع، وان شاء الله في فصل الشتاء باش نخليو الرحلتين في الاسبوع بعد الطلب الكبير اللي عندنا من عند المتعهدين الرحلات. وان شاء الله تكون الموسم الشتوي يكون زاد موسم واعد فيه نتائج ايجابيه كما المواسم الاخرين تعديت الخط هذايا اللي حقق لحد الان الحمد لله نتائج ايجابيه. نزار زغداني استراتيج برينسيبال فوند سوليداريتي اف تي كو. Le Fonds de solidarité FTQ, c'est la deuxième année consécutive où on sponsorise, on commandite le festival de jasmin à Montréal. Donc c'est un festival qui réunit plus de 15 000 visiteurs par année. Maintenant, on est très fiers de participer à cet événement qui contribue à faire connaître un peu plus la communauté tunisienne à Montréal. Festival Mezien Yesser, Am Bad Am, plein d'activités, un milieu familial, Sghar, Kbar, Melamar El Kul. Donc le Fonds de solidarité FTQ est très fier de s'associer à une initiative Kiman Heavy. Inch'Allah, Kul Am Khir, Meli Kablo, ou bon festival pour tout le monde. Salam, je suis Inès Abbes, secrétaire générale de l'Association des Tunisiens aux Amériques. J'étais là depuis 4 ans et Inch'Allah Kamlo a des versions prochainement. J'ai des produits de Tunis, artisanal, le halou, j'ai le degla, j'ai les produits à Doma. وجينا اليوم للفستيفال باش نعرفوا بالبرودوي التونسي، وان شاء الله ان شاء الله هذا لاوزيات شريكي خويا. الهدف نتاعنا احنا في الشركه هذه نجيبوا حاجه لوكس لكندا، حاجه لوكس نتاع تونس لكندا، سواء في الفروي بيولوجيك الليجيوم بيولوجيك، سواء الحاجات الصناعه التقليديه اللي مصنوعه باليد، سواء لي باتسري ناتوريل اللي قايمه جايه من برودوي ناتوريل.
فرصة اليوم جينا المهرجان ياسمين باش نتلاقوا الناس الكل، فرصة زادة باش يذكرنا في النوستالجي نتاع تونس، نتفكروا تونس وفكرونا في تونس اللي احنا متوحشينها وماذا بينا نروحوا لها. هم جابوها لنا هنا ومشكورين، مشكور لجنة جاسمين اللي نظمونا مهرجان كيما هذا، ونطلبوا منهم باش يكثرونا من المهرجانات ويكثرونا من السبكتاكل اللي كيما هيك. اسكندر مقيم بكندا في مونريال، نخدم هنا، جيت هنا هجرة، جيت اليوم المهرجان بحاجة ذكرنا بريحة تونسية، حاجة تفرح، جو تونسي 100% وإن شاء الله ديما فرحين. Bonjour, mon nom c'est Marika. Aujourd'hui c'est le festival Jasmin tunisien. Ma famille est originaire de la Tunisie. Il y a aujourd'hui Iman, ma cousine, qui vous présente. Beaucoup d'animations. On est ici à Montréal. La belle communauté tunisienne est parmi nous. On a aussi des visiteurs du Maroc, d'Algérie, tout le Maghreb. C'est une belle journée ici au festival Jasmin tunisien au parc Jean Drapeau à Montréal. Merci. Slema, je suis Oumaima. Nous sommes à Montréal. ما عنديش برشا، هذه ثاني مرة نحضر فيستيفال. ديما باش نفرحوا كي فما فيستيفال يلمنا التوانسة الكل ونستناو في فرحة هكا تجيب حذانا. يعطيكم الصحة على الفيستيفال وعلى الأمبيونس هذه وكل شيء. أما حاجة بركة ملاحظة صغيرة، حبينا أنه يكونوا أكثر تونسي و 100% تونسي. وكهو برافو، يعطيكم الصحة وإن شاء الله من حسن الأحسن. سلموا على بلادنا، سلموا على الناس الكل في تونس. إن شاء الله ربي سهل على تونس. احنا فرحانين برشا بالفستيفال هذا الكاتريام ايديسيون، احنا نحضروا للمره هذه المره الثانيه خاطر كنا في بروفانس اخرى، مي كومام صافي بليزير للتوانسه اللي نحضروا لهنا ونشوفوا بعضنا وناكلوا الكسكسي ونعيشوا شويه على تونيزيان. ماهر قزدالي، رجل اعمال مقيم بكندا. اليوم كما تراوا المهرجان الياسمين بمونريال، وكل عام نحضروا له، هذه الدوره الرابعه. من عام لعام قاعد ياخو في اشواط كبيره، وقاعد ناس قاعده تزايد، حاجه حلوه برشا. الحق شكر خاص لكل المنظمين، شكر خاص للكيب اللي واقفين على المهرجان. مهرجان ياسمين بكندا وحضور مميز للفنانة مريم نور الدين، وذوما ديما الفنانين التوانسة كيمشيو لبرا ينورونا. وشفتوا قداش يكون حاضر حضور كبير للجالية التونسية اللي بداو متعطشين للغناء التونسي وللجو التونسي. مواصلين وضيوف اخرين بحذايا نرحب بهم. حبيت نرحب بسي الهادي بوذينا، خبير سياحي. مرحبا بك سي الهادي، نورتنا. مرحبا بك. باش نعملوا جولة وتقييم للموسم السياحي واحنا في تنبك توا العدى الموسم الحركية السياحية. إن شاء الله ترجع بالخير على بلادنا بالطبيعة. حبيت نرحب زيدة بمدام هدى جراد، مرحبا بك رئيسة لجنة تنظيم البطولة العربية، البطولة العربية الرابعة للسباحة للعموم. مرحبا بك مدام. ورحب وسيم اللومي قائد المنتخب الوطني للسباحة. مرحبا بك. خلينا نبداو بالسياحة في تونس، وكي نقولوا السياحة في تونس بالطبيعة موضوع كبير برشا، وفما تقريبا احنا ديو ديبا معناتها فما الموسم السياحي. احنا توا باش نحاولوا نقيموا ساعه الموسم السياحي اللي احنا فيه، كيفاش المؤشرات معناتها شنو، وين نجموا نقولوا احنا وين بالضبط الان، شنو ممكن ننتظر من الموسم هذا، بالاخص نشوفوا حركيه في النزول نتاعنا، فما السياحه الرياضيه كذلك. يعني سي محمد خلينا نبداو سي الهادي، نبداو بالنقطه بالنقطه معناتها. شكرا على الاستضافة. مرحبا. هو تعرف المنتوج السياحي التونسي هو متنوع برشا. نبداو ساعة بمؤشرات السياحة للموسم هذايا 2018.
مؤشرات واعدة جدا. وبعد اللي مرينا به في السنوات الأخرى، اليوم نقدر نقول الحمد لله اللي قاعدين نسترجع في بعض أرقام اللي حققناها قبل. هذا بكل يتقف معنا على شوية زمن، مرور الزمن ونرجعوا كما كنا قبل إن شاء الله 2010 أو 2009 وما قبل ذلك. لكن بالنسبة 2018 ومقارنة ب 2017 أنا زيادة محترمة برشا. اليوم ثم نزل اللي هي معبية وهذا مؤشر بتوينسة ولا بال مخلط. مخلط العودة متاع الأسواق التقليدية الأوروبية والحمد لله سجلت أرقام إيجابية جدا. السياحة، سياحة جوار الجزائريين ثم عدد كبير منهم اللي وصل، وثم اللي من غدوة ثم مجموعات أخرى تجي، خاطر نتيجة هما يبدأوا ديما في الموعد هذاك يبدأوا ديما بعد الباك نتاعهم، وبعد ما تطلع النتائج نتاع الباك يجيوا لتونس. عندنا سياحة تونسية اللي نعرفوها سياحة داخلية هي اللي مطلوب باش نحقق أكثر النسب في السياحة التونسية. لكن مع الأسف نقعد قيمة ديما نقولوا اللي التونسي مع الأسف يفكر في إجازته، يفكر في حجزه في آخر وقت. مع خاصة عودة الأسواق الأوروبية هذا ممكن يخلي ما يخليش مجال كبير للسياحة التونسية. معناتها أما فما كمان مثل هذه فما حضور كبير للتوانسة في النزول نتاعنا موجود، مع نحس اللي التونسي ولا يخصص وقت للعطلة نتاعو باش يمشي للنزول التونسية، ونجم نقول كونه حتى يساهم في شوية في معناتها في يخلق حركية وديناميكية معناتها بالنسبة للسياحة التونسية. نعطيك سر هو أي. مش سر، نقول لك اللي تونسي يصرف أكثر من كل أي. واحد أي. وقت اللي اولا يصرف اكثر ما يحسبش كيف يلقى خاصه خدمات باهيه ويلقى عنايه باهيه ويلقى استقبال باهي يصرف ويهون. اثنين التونسي خلص كاش هذا يمكن صاحب المؤسسه مرونه سيوله في النقد، ما يقعدش يستنى في وكاله الاسفار الاجنبيه حتى تبعث له بعد شهر ولا بعد نصف شهر ولا دونك هذا يسهل برشا. واليوم ثم منشات سياحيه اللي تفضل تتعامل مع التونسي ومع الجزائري. اي. واشقائنا الجزائريين اليوم زاد موجودين بحذانا ونحييهم واليوم يساهموا ايضا في الحركيه السياحه التونسيه. ثم عامل جديد اللي هو وكالات الاسفار التونسيه اللي اليوم خذات حظها في تونس. اي. وخذات بعقود مع المؤسسات السياحيه. اي. خذات بايها في الحجوزات واصبحت معنا عندها با وذراع في مساهمة وفي تسهيل خاصة الحجوزات للتوانسة. تو نرجع نواصل معاك على وكالات الأسفار ونرجعوا نتعمقوا أكثر، خلينا نمشوا شوية نبدلوا شوية ونمشيوا للرياضة وهي في علاقة بالسياحة أكيد. لأنه الرياضة في جانب منها أيضا تساعد وتعاون على السياحة الرياضية عندها أهمية في بلادنا. دونك مدام هدى باش نحكيوا على البطولة العربية الرابعة للسياحة للعموم، دونك من 12 ل 15 جويليا صارت هي ديجا وتنشوفوا عندنا صور تنشوفوهم. دونك ماذا بيا لو كان نعاودوا نرجعوا نعملوا هكا حوصله للدوره هذيا، شنو الايجابيات شنو السلبيات كيفاش كان التقييم ككل؟ اي شكرا على الاستضافه. الدوره هذه هي البطوله العربيه الرابعه، اول مره تحتضنها تونس، كان شرف كبير لتونس وثقه من الاتحاد العربي للسباحه. الحق سيتي ان شالنج على خاطر فيو الامكانيات في المسبح والمشاكل التقنيه عندنا اكثر منها واحد، ونجحت الدوره بامتياز في اطار السياحه الرياضيه والسياحه الشبابيه. استقطبنا تقريبا 12 دوله من معناها الاقطار العربيه، اول مره يجتمعوا في دوره كيما هكايا. تعديت بمشاركه تقريبا 159 مشارك. الحمد لله تونس توجت بهذه البطوله في الاناث والذكور. حققنا نتائج متميزه، اولهم وسيم اللي ما شاء الله حطم ثلاثه ارقام قياسيه في الاختصاص نتاعو اللي هو السباحه على السطح.
دونك الحمد لله معناها ضافرة الجهود من جميع العاملين في الجامعة، الموظفين، الإدارة، الإدارة الحي الوطني، الناس كل تكاتلت باش تنجح البطولة العربية، لأنه هذه البطولة العربية هي وجه تونس. لأنه كي نسوقوا احنا لنجاح بطولة في تونس في هذا الوضع معناها نجاح لتونس ونجاح لنا احنا الكل. أهم كبير. نمشوا شوية الوسيم، دونك أنا ماذا بيا كنت تحكي لي على مشاركتك وأنت كقائد المنتخب الوطني للسباحة، دونك المشاركة نتاعك كيفاش كانت وشنو ربما تحس اللي فما حاجات مازال تخدموا عليها أكثر؟ وسيم نحكي كرياضي وني قبل كل شيء. سي نحب نشكر اللي معناتها استقبلنا البطولة العربية في تونس معناتها أول مرة، وسيتي بيان أورغانيزي على الآخر، معناتها البريزيدون معناتها عاوننا في الحكاية هذيا تاع الفيدراسيون. بور على الكومبيتيسيون بون عملت 3 ريكور عرب في السباحة الصدر 50 و100 و200 ومنهم 2 ريكور تونيزي. دونك بديت نقرب معناتها في نجم نقولوا على الشيل مونديال على الآخر معناتها أونيون قريبة على 1-0. دونك تقييم الكومبيتيسيون نقولوا اللي عوامة كلها معناتها ما قصرتش. كنا يد واحدة معناتها كلي دفعنا على درابو تونس، معناتها حاولنا الماكسيموم ناخذوا لي ميداي دور باش نجموا نحن ناخذوا البطولة هذي، دونك من إناث ومن ذكور. دونك كنا ما قصرناش وكنا عملنا اوقات باهيه وشرفنا تونس. اي باهي سي الهادي، توا بما انه جبدنا على السياحه والرياضه، على رياضه، دونك السياحه الرياضيه ساعه قبل كل شيء مكانتها في بلادنا، وشنو ممكن تضيف للسياحه في تونس؟ وهوني نحكيو شويه على السياحه البديله معناها. نعم، السياحه الرياضيه في تونس منذ تقريب سنين زوج عقود جربنا ونجحنا. نعطيك على سبيل المثال في 2018 تظاهرة اللي صارت في الحمامات هي تايكواندو، هذه جابت تقريب 2500 رياضي لمدة 10 أيام، معناها كان نجاح باهر جدا، وكان 2500 من القارات الكل لأول مرة فيهم الكثير لأول مرة يكتشف تونس ودخلوا حركية كبيرة في حمامات وفي تونس. كل مرة وين ننظم تظاهرة رياضية تعطي الامباكت نتاعها على الكل مش على السياحة برك. سنين احنا تقريبا تخصصنا ولين نعرفوا ننظموا التظاهرات الرياضية، ووسيم قال فرحان برشا بالتنظيم، دونك هذا مش جديد على تونس، تخصصنا في التنظيم، نفرحوا بالضيف، وهذا من شيمة التونسي اللي يعرف يستقبل الضيف ويفرح به ويخلي الصورة الطيبة. احنا خاصة الرياضة هذه اللي هي تعطينا مفعول مباشر بلاش برشا فلوس. اي هذا هو. باهي نرجع معاك مدام، دونك حكيت لي شوية عطيتني هكا بسطة عامة على الدورة. دائما فما سلبيات، والا نقول خليني نقول نقاط هكا اللي لازمنا نخدموا عليهم لتطوير انفسنا، شنو هو اللي ناقص مدام هدى؟ شنو هو اللي لازمنا نقفوا اكثر عليه ولازم يكون موجود بالنسبه للسباحه عموما؟ والله انا نحب ساعه نشكر السباحين نتاعنا، لانه رغم الظروف اللي قاعدين يمروا بها، ما احنا زي ما نقولوا هكا نتائج تبارك الله في معناتها في الرياضات هذيا، تبارك الله معناتها رياضات نحقوا فيها في نتائج طيبه، لكن ديما الظروف مع الاسف مش في المستوى التطلعات وفي مستوى المجهود اللي قدموا فيه الابطال نتاعنا. انا فقط حبيت نشير اللي ضيوفنا اللي جاوا من جميع الاقطار العربيه وعلى راسهم رئيس الاتحاد العربي سيد طه الكشري اشادوا بالمستوى العالي للسباحين التوانسه رغم الظروف. شنو هي الظروف هذه؟ فاش تتمثل؟ في محدوديه الامكانيات الماديه، وكذلك في المنشآت اللي قاعده معناها قاعده على حالها للاسف، انا باش نقول لانه توا الجامعه قاعده تتواصل مع وزاره شؤون الشباب والرياضه في اطار مشروع فتحت الدراسه توا الان في خصوص المسبح نتاع رادس والمسبح نتاع المنزه، لانه مسبح المنزه تقريبا متروك تقنيا ما عادش يعمل. دونك قاعدين ساعيين باش قدمنا ملف للوزاره وخذته بجديه بالفعل، على اساس باش يقع نقولوا احنا باش نسخنوا البيسين، لانه فما تقنيه قاعده تعمل بها الدول الاجنبيه، انه احنا تونس عندنا طقس ما شاء الله معناها حتى لنوفمبر
وفي معناها في اواخر نوفمبر الشمس موجوده دونك، وفي بلدان اخرى اللي التونسيون التمبيراتور نتاعهم تطيح يعوموا البرة. احنا نحاولوا توا قاعدين ساعين في تحقيق هذا المشروع لانه يسخن. هذوما الصور نتاعكم، هذوما الصور تعبير على الفرحه والتبارك الله، معناتها النتائج اليوم الاختتامي اللي اخذوا فيه الوليدات هذيك فرح بن خليل اللي اعتذرت على الحضور نظرا لوعكه صحيه. حيوا ان شاء الله لاباس فرح نقولوا. وذا وسيم اللي حمل هو قائد فريق تبارك الله عليهم ما شاء الله على لي جون نتاعنا، تبارك الله عليهم، معناتها فما عزيمه وفما حب كبير للسبار ومعناتها علاش نقول ان خساره، معناتها لازمهم تشجيع اكثر هكا ولا معناتها فريمون فما شحنه كبيره وفما محبه للسبور، مي نحس كونه الاهتمام اقل بياسر مش ماقولش حاجه اخرى. صحيح اللي معناتها عندنا فولونتي نحبوا نخلطوا ونحبوا زاد نشرفوا تونس وكل، مي نجم نقولوا زاد نشكر معناتها الوزاره والفيدراسيون اللي هم يعاونوا فينا، مي جو بو دير معناتها كلي سي انسوفيزون معناتها ناخذوا فيه، خاطر نوصلوا معناتها الاتليت او نيفو معناتها كو سوسوا الناجور ولا حتى معناتها يولي يستحق اكثر سبور اخر لازم يبدا كونسونتري اكثر في الماء، كونسونتري اكثر في السبور نتاعو، مش يخمم يثال شنو باش نتعشى العشيه بيان سور اسكو يمشي نسكن، خاطر وصلت ان سارتان مومون ما يخممش في لي ديتاي هذوما، خاطر ان سارتان مومون وصلت قبل الكاليفيكاسيون نتاعي انا الجو ميتيراني اللي صارت في تاراغون عندها شهر، معناتها وصلت معناتها ما قاش حتى باش نتعشى. هذه خطيره برشا، هذه حاجه معناتها كلي معناتها هكا بالله واحد قلبه يوجعه على خاطر نورمالمون ما نخلطوش للمستوى هذايا. هي الامكانيات امكانيات ياسر معناتها الامكانيات المرصوده سواء من الجامعه او من وزاره الشباب والرياضه هي كل عام تتطور شوي شوي، لكن راهو كي باش نحكي لا مدام خلينا نحكيو باكثر صراحه تو كي قولي كلام كيما هكا قولي تتطور بشويه بشويه، فما حاجات ما تستناش راهو ما تستناش بالكل، معناتها واحد مش يقعد نقولوا فما مينيموم لازم يكون موجود. بالفعل وسيم وصل حتى في مرحله في السنه الفارطه اذا كان هو يتذكر، لان وسيم كان عنده اشكال نتاع سامحني تاشيره فيزا واحد معناها راهو المشاكل ابار الفلوس ابار حتى الكونسنتراسيون باش يخدم، كان يضطر في كل مره يرجع لتونس باش كل ثلاثة شهور باش يصحح وضعيه الفيزا نتاعو ويعاود يرجع، معناها حتى بدنيا وذهنيا معناها ما نجمش يبو با سو كونسنتري على لونترينمون نتاعو، او ورغم ذاك ما شاء الله معناها منش ما شاء الله عليه واحد قاعد يشكر فيه مش قاعد في وجهه، مي لانه عنده عزيمه عنده ان مونتال اسيقا. باش يقعد يصبروا ما يجيو نهار ويفدوا ويقول لك كان يلقى فرصه لبرا يقول لك نمشي هكا ولا جاتني فرصه ما كسبتيتش. لا تبارك الله جاتك فرصه جاتني فرصه ما كسبتيتش ما قبلتهاش مازال عندك توا بالمستوى اللي وصل له هو ان شاء الله ربي يوفقك. باهي نرجع معاك سي الهادي اللي سامحونا لانه الوقت بدا يزل يزل شويه. نحيي الرياضيين خاصة الرياضة الفردية اللي رغم الإمكانيات نسمعوا فيها ذي وسمعناها تقريبا من كل الرياضيين سمعنا اللي كونهم يحتاجوا إلى عناية أكثر، لكن تحية لهم على النتائج اللي قدموا فيها. تفضل. دونك سي الهادي خلينا نختموا بالجالية التونسية والسياحة، الجالية التونسية ومدى الإضافة اللي تقدمها للسياحة التونسية بصفة عامة. وما أدراك ما الجالية التونسية؟ ما أدراك، خاطر هذوك أنا ديما نعتبرهم سفرانا لبرا، والعمل اللي قدموه لتونس هو عمل ما عندوش ثمن بصراحة. عندنا الممثلين السياحة لبرا في الخارج تقريبا في كل الأسواق التقليدية، عندنا المندوبيات الذي الأوروبية للسياحة اللي هي دورها تنمي السياحة وتساهم في التعريف بالمنتوج السياحي التونسي، لكن المواطنين في الخارج بلاش كلفة وبوطنية كبيرة وبحب لتونس، علاقاتهم والمردود اللي قدموه أكثر بكثير من كل حد بصراحة. أو نشوف أنا مقبل نشوف في كندا الناس متشوقة لتونس، الناس تسوق تونس بصوره غير مباشره، بيحب برشا حب وبرشا طوعيه وبرشا تلقائيه. هذا هو محوجنا الى كل جاليتنا لبرا في الخارج حتى تكون هي احسن سفير لبرا، تبقى معناها كلمه بالنسبه للمؤسسات السياحيه نتاعنا. الرجاء انه يعطيوا العنايه الكافيه
للسفراء هذوما اللي هما عايشين في البرة ويبجلوهم على غيرهم ويخدموهم خدمة باهية ويحسنوا معاهم جودة الخدمات وحسن الاستقبال، خاطر ما نحبوش لفي يرجع عكسي، هذا يكون يا خيبة المسعى يولي حتى التونسي يولي يقول لك انا في بلادي ما فرحوش بيا ومانيش مرتاح ما عادش. هذا هو وسيم هادي، يعطيك الصحة المعلومات اللي قدمتها لنا وسيم، يعطيك الصحة ميرسي، ربي يوفقك وان شاء الله تلقى مجال خير وكل. شكرا لك مدام هدى، يعطيك الصحة. ماشيين توا مباشرة للمكالمة الهاتفية الجربة، معنا سي مراد ريحان مدير مهرجان أوليس جربة الدولي. ألو ألو، مرحبا بك سي مراد. مرحبا، يعيشك، شكرا على الاستضافه والاستضافة المهرجان. مرحبا بك انت. دونك ماذا بيا لو كان ناخذوا فكره على الدوره سنة على المهرجان، شنو اهم نقاط والبرمجه ككل؟ والله المهرجان هو في الواقع انطلق منذ 10 جويليا في اطار تنشيط المدينه، هو من خصوصيات مهرجان جربة أوليس الدولي خاصه في دورته 41، هو اهتمامه باحياء المدينه وبقيام بعروض فنيه في الساحات العامة في جميع أرجاء الجزيرة. قمنا بعروض فلكلورية أمنتها في رقصة من خارج الجزيرة جهوية وأيضا أجنبية. وقمنا خاصة بعرض تنشيطي كبير صار في 14 جويلية، عرض احتفالي استمتع به الجمهور وجذب زاد اهتمام السياح. لكن العروض الكبرى انطلقت في 17 جويلية. العرض الأول هو كان عرض افتتاحي متميز خاص ينفرد به المهرجان، كان تحت شعار جربة تستضيف الجزائر. جربة تستضيف؟ جربة تستضيف الجزائر. أوكي. احنا حبينا هذه السنة نحتفي بالأشقاء الجزائريين. يعطيكم الصحة على الفكرة. نحتفي بالثراء المخزون الفني والغنائي الجزائري، وكذلك قمنا بعرض افتتاحي في توليفة غنائية فريدة بين الغناء الجزائري والتونسي. كان من أعداد ابن الجزيرة المايسترو قاسم الليتي وبمشاركة الفنانة سعاد ماسي وعبدو درياسة وفهم رياحي وطارق ترج. احتفالية أولى جذبت أنظار الجمهور وتناغم عليها وتفاعل مع أنغام البلدين. هذا علاش الاختيار هو احتفاء بقدوم الأشقاء الجزائريين من جربة. احنا رحبوا بهم. حضورهم كبير في جربة، حضورهم كبير في جربة سي مراد. عددهم محترم ويزداد من عام إلى آخر. طيب يا مرحبا بهم في تونس الكل معناتها. مرحبا بهم، مرحبا بجميع أشقاء العرب زاد في جزيرة جربة دون استثناء. وهذا تقليل زاد باش يقع ترسيخه من عام إلى آخر، نحبوا كل سنة في بداية المهرجان وخلال السهر الافتتاحية نحتفيو بفن يهم أحد الدول الشقيقة والصديقة من الفضاء المتوسط. دونك المهرجان في عروض الكبرى يمتد على أيامات متتالية، فيها 12 عرض. من أهم عملنا عرض الدراجة 17 جويلية، عرض كوميدي فريد. الليلة باش تكون عرض كبير مع الفنان الملتزم مارسيل خليفة، الفنان الكبير العربي. باش نجدوا معاه العهد مرة أخرى في جربة، باعتباره أنه أحيا سهرة فنية ناجحة في 2019. ومازال الحنين يشد جمهور المهرجان إلى هذه القامة العربية الكبيرة. 24 جويلية عندنا عرض محلي غنائي، نحبوا نشجعوا الإنتاجات المحلية، اسمه عرض جربة حكاية، هذا من أعداد ابن الجزيرة أنيس الليتي. عندنا 27 جويلية عرض الفنان السوري العربي مطر خليفة. هذا هو. سي مراد شكرا لك. على كل حال نقول كونه مهرجان برنامج ويحلو سهر، إن شاء الله باش يكون موجود حتى يزيد يواكب كل العروض نتاعكم، إن شاء الله بعض العروض بالطبيعة مش الكل، بعض العروض في مهرجان أوليس بجربة. شكرا لك، يعطيك الصحة سي مراد، شكرا لك. مواصلين توا، شكرا لضيوفي مره اخرى، باش نمشيو توا لقاء مع قائد سفينه تانيت، وشكر خاص لزميلنا رياض الساحلي اللي مدنا بالماده هذه.